جمع ما بين النني ومحمد صلاح في الاستفتاء. كلنا عارفين كمصريين ان محمد صلاح اي جايزه بيكون فيها استفتاء بيكسب وباكتساح، لكن النني حب ان هو يخش بطريقه اندايركت او بطريقه غير مباشره على تويتر ويعمل ريتويت لصوره على طبعا موقع او تويتر الخاص بنادي ارسنال، ويتكلم يقول ان شرف ليا وجودي ضمن المرشحين في جائزه افضل لاعب في الشهر. فمحمد صلاح دخل وهزر معاه وكتب له قال له طب ما تقول صبطولي من غير لف ودوران، كلنا كده كده المصريين بيفهموها بسرعه. يعني بعديها كل الناس توجهت على موقع ليفربول الرسمي فعلا، لكن طبعا هي كانت هزار، لكن هم قلبوها. يعني محمد صلاح اخذها عمل لها طبعا ريبلاي لمحمد النني ورد عليه، فبالتالي سمعت في السوشيال ميديا المصري كله، وكل المصريين بسم الله ما شاء الله ما توصوش ودخلوا على موقع ارسنال الرسمي وبداوا ان هم يصوتوا بالفعل لمحمد النني اللي فعلا فاز بجائزه افضل لاعب في الشهر مع نادي ارسنال. كان ابرز الاسماء اللي موجوده مع محمد النني مسعود اوزيل. فواضح جدا ان المصريين بسم الله ما شاء الله ما فيش جايزه اي لاعب مصري بيخش فيها بيكون محتاجه استفتاء غير لما بيعملوا الواجب مع لاعبتنا، سواء محمد صلاح او النني وغيره وغيره مع من اللعيبه المحترفين في